عندنا فقرة تكريمية استثنائية من نوع خاص الحقيقة. أنا بشكر السادة مديري الفنيين وكباتن الفرق، قدروا تفضلوا، شكرا جزيلا. كابتن خالد العوضي شكرا جزيلا. الكابتن محمود الخطيب الحقيقة كان حريص على تكريم أيقونات وبعض النماذج اللي قدمت عطاء كبير وجهد مخلص طوال سنوات يمتد ربما لأكثر من 40 عام داخل جدران النادي الأهلي. نماذج في النشاط الرياضي وأيضا في الفريق الأول لكرة القدم. جمهور النادي الأهلي كله يعرف العامل المخلص في غرفة خلع الملابس، كان في إصرار وتوجيه من الكابتن محمود الخطيب على تكريم عم حارس وكمان عم رجب سعداوي عامل ملابس النشاط الرياضي. هقول لكم أرقام هتذهلوا ليها الحقيقة، لكن بعد ما أدعو عم حارس لتسلم التكريم من الكابتن محمود الخطيب فليتفضل. حارس ساهم في الفوز رقم تاريخي الحقيقة لرجل مخلص يعمل بجد واجتهاد في النادي الأهلي. أما عم رجب سعداوي عامل غرف ملابس الفرق الجماعية فساهم مع الفرق الرياضية والنشاط الرياضي في 300 بطولة. ربنا يديهم الصحة والعطاء